هاي جايز، معكم ناتاشا من أونوسا ورح احكيكم عن نارس باور مات ليب بيجمنت. بيجي هيدا الليبستيك بعبوة بلاستيك لونها أسود فيها لمسة مات، ومن خلال الترانسبيرنت بارتس فيك تشوف البرودكت ولونه. أداة التطبيق رفيعة كتير مع راس مرواس، وريحة هيدا الليبستيك فانيلا كتير ناعمة. أما بالنسبة للون، في 20 لون من هيدا الليبستيك بين ألوان حيادية، زهرية، بنفسجية وحمراء، وفي مجموعة كمان ألوان داكنة مثل الأسود. ولكن لاحظنا انه الالوان الحمراء كتير بتشبه بعضها، فمن الافضل انك تجربيها قبل ما تنقي اللون المناسب لإلك. سموا الالوان بوحي اغاني روك كلاسيكيه، واللي نحن جربناهن هن Get It On، Save the Queen، Walk This Way، و Don't Stop. تركيبه هيدا الليبستيك سائله ورقيقه، هيدا الشيء بيساعد على توزيعه على كل الشفاف بسهوله بالرغم انه هو مات، كما انه بينشف بسرعه ولكن من دون ما يجفف الشفاف مثل ما بيصير مع غير مات ليبستيكس. بس keep in mind انه استخدام اداه التطبيق تبعه صعبه، ورح تضطر تجربيه اكثر من مره لتحترفي تطبيقه. من ناحيه اللون، هيدا الليبستيك كثير مركز وتخطيطه منيحه، من طبقه واحده رح يغطي لي كل شفافك ويعطيك اللون المطلوب، واذا حبيت تزيدي طبقه ثانيه حتندمج مع الطبقه الاولى بشكل سلس. بتقول علامه نارس انه هيدا الليبستيك بيداين كل نهار، ولكن من بعد ما نحن استخدمناه لاحظنا انه لونه بيخف درجة او درجتين بس بطريقة طبيعية. هذا الشيء بيخليك تتركيه مثل ما هو او ترجعي تطبقي طبقة جديدة. بتقول البراند كمان انه هيدا الليبستيك نون ترانسفيربل، بس بالحقيقة رح ينتقل هيدا الليبستيك على كل شيء بيلامسه. سعر هيدا الليبستيك 26 دولار على الموقع الرسمي لنارس بسعة 5.5 ملليلتر. ولتعرفي اكثر عنه تابع المراجعه الكامله اللي حضرنا لك اياها، وانطرينا دائما بمراجعات جديده على أونوسا ريفيوز.